نفسه بقى، ما عنديش اكتر من كده. الحاجه التانيه الحمد لله وليد اطمنا عليه، لكن يمكن هو كان مخضوض شويه، لكن هي كدمه جامده طبعا، لكن اطمنا عليه الحمد لله بشكل كبير، وان شاء الله بكره نطمن عليه اكتر. لكن الحمد لله مبدئيا التشخيص من الدكتور خالد الحمد لله ما فيش اي حاجه الحمد لله، لكن كدمه قويه يعني. اتفضل يا كابتن. الله يبارك فيك. ان شاء الله.